أي شخص بيعاني من مرض السكري بيقدر يأكل كل يوم 3 صحون نابلسية مليانة قطر مع شوية تهريسة، وإذا كان من حلب فما بيمنع يضيف عليهم صحنين مامونية بالسمن العربي، وفي حال كان من حما فشعبيات مسموحة بشرط ما تزيد عن 3. أما إذا كان من طرطوس فالتلاج وارد وبقوة. طبعاً هالحكي مزحة لأنه بيزعل فريدريك بانتينغ اللي اكتشف مع تشارلز بيست مادة الأنسولين عام 1922، وخاصة أنه هي المادة رغم أنها فعالة بضبط مستويات السكر بالدم إلا أنها ما بتقدر تعمل شيء مع هالأفراط بتناول السكريات. لذلك الموضوع بده شوية ضبط نفس ووعي بالتعامل مع هالمرض اللي فيه الإنسان يتعايش معه إذا حافظ على وزن صحي ولعب رياضة بشكل يومي لمدة ما بتقل عن نص ساعة، وكمان يتبع نظام غذائي يعتمد على 3 حصص يومية من الفواكه والخضار، ويخفف من التدخين قد ما فيه ولا يكتر دسم. وأهم شيء إنه ما يتبع المثل اللي بيقول وداوها بالتي كانت هي الداء. وكل يوم عالمي للسكري وأنتوا بألف خير.